الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. كيف أسس الهولنديون نيويورك؟ في عام 25 و600 ألف وصل مستعمرون هولنديون إلى أمريكا واستقروا في الجزيرة التي تعرف اليوم باسم مانهاتن. قاموا ببناء أمستردام الجديدة نيو أمستردام على الأرض التي اشتروها من السكان الأصليين ب24 دولارا فقط. وقد بدا للوهلة الأولى أن عملية شراء تل كانت صفقة رابحة، ولكن سرعان ما تبين أنها لم تكن إلا استثمارا قصير الأجل. ففي عام 64 و600 ألف تنازل الهولنديون عن المستعمرة التي كانت في طور الازدهار إلى أعدائهم الإنجليز الذين عادوا تسمية المدينة إلى نيويورك. كتب أحد أولئك المستوطنين الهولنديين الذين نزلوا أرض منهاتن: لقد كنا سعداء جدا عقب وصولنا إلى هذا البلد. وأضاف: لقد وجدنا أنهارا جميلة وينابيع تتدفق عبر الوديان والفواكه اللذيذة في الغابات والأسماك النهرية المتنوعة وأراضٍ زراعية خصبة، إضافة إلى أنواع المواشي المتعددة للطعام. لم نكن نتمنى العودة إلى هولندا، فكل ما تمنينا وجوده في جنة هولندا وجدناه هنا. لقد ثورت رسالته تلك التي كتبت في عشرينيات القرن السابع عشر جمال وسخاء ذلك المكان الذي اسمه أمستردام الجديدة. في العقود الأولى من القرن السابع عشر انتشرت المستعمرات الأوروبية على طول الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية، فقد أسس الإنجليز مدينة جيمس داون في عام 67 ألف، وبحلول عام 38 و600 ألف تمكن السويديون أيضا من تأسيس السويد الجديدة هناك. شكل الهولنديون في ذلك الوقت مركز قوة أوروبا التجارية من خلال تشغيل الأساطيل التجارية الضخمة المدعوة بقوات بحرية قوية. وقد كان أحد مشاريعهم التجارية الرئيسية هو شركة هولندا شرق الهند التجارية، والتي تأسست عام 62 ألف بهدف احتكار تجارة التوابل الرابحة مع الهنود الشرقيين، إلا أن الشركة لم تحصر أعمالها في الشرق طالما أنه كان بالإمكان جني المال من مكان آخر. وقد بدا العالم الجديد مغامرة واعدة. في العام 69 ألف وظف الهولنديون البحار الإنجليزي هنري هيدسون الذي أخفق في اكتشاف ممر يصل إلى آسيا من الطرف الشمالي الشرقي، إلا أنه اكتشف عوضا عنه امتدادا للساحل الأمريكي الشرقي، إضافة إلى نهر ديلاوير الذي أطلق عليه لاحقا اسم نهر هيدسون نسبة إلى ذلك البحار الإنجليزي. وفي العام 13 و600 ألف أبحرت حملة هولندية استكشافية في نهر هيدسون أسفرت في العام التالي عن اكتشاف حصن ناساو، وهي ما تعرف اليوم بمدينة ألباني عاصمة ولاية نيويورك. لقد تم تكريس هذه المستعمرة من أجل التبادل التجاري مع السكان المحليين، حيث تم تبادل البضائع الأوروبية التي كانت في معظمها تتضمن الأسلحة مقابل البضائع المحلية مثل التبغ، المحاصيل الزراعية، وفراء المنك والسمور والقدس. وفي عام 21 و600 ألف تم تأسيس شركة هولندا غرب الهند التي تمتعت بامتيازات حصرية باستثمار أرض هولندا الجديدة، وهو الاسم المشترك الذي أطلق على كافة ممتلكات هولندا في أمريكا الشمالية، الأمر الذي حفز إنشاء المستعمرات كما شجع على تأسيس العديد من المدن والأماكن الجديدة مثل هارتفورد، كينيركت، كينغستون، نيويورك، مدينة كلوكستر، نيو جيرسي، نيو كاسل، ديلاوير. كل تلك المدن تدير بأصلها إلى الشركة الهولندية. غير أن المستعمرة الهولندية التي أنشئت على طول الضفة الجنوبية من نهر هيدسون هي التي تطورت لتصبح الأكثر نجاحا. حوالي العام 24 و600 ألف ميلادية استوطنت مجموعة من الهولنديين على جزيرة صغيرة أطلق عليها السكان المحليون باغانغ، وتعني جزيرة البندق، وذلك لكثرة توفر أشجار الجوز والكستناء فيها، وتعرف اليوم باسم جزيرة الحاكم، والتي بالكاد تبعد عن منهاتن حوالي نصف ميل. وتمتاز مدينة منهاتن بمساحة أطول من جزيرة البندق تحيط بنهر هيدسون وتبلغ 13 ميلا، بالإضافة إلى أنها أكبر وغلالها أكثر وفرة، كما أن حمايتها أسهل من جزيرة البندق.
وبسبب تلك المزايا التي تتمتع بها منهاتن، فقد قام الحاكم الجديد بيتر مينوي بنقل المستعمرة الهولندية إلى منهاتن، وذلك في العام 25601. لم يكن الأوروبيون وحدهم من رأوا تلك المزايا، فالجزيرة كانت أهلة بالسكان. في الحقيقة لقد تم تقسيم كامل تلك الكتلة المؤلفة من لونغ آيلاند منهاتن إضافة إلى جزيرة ستاتن بين عدد من التحالفات السكان الأصليين من مختلف أنحاء أمريكا. على أرض لونغ آيلاند وجدت قبائل المونتاو والمانهاستو، وهما جزء من حلف ميتواك، بالإضافة إلى قبائل الريكا ووانغ وبضعة مجموعات من الوابينجر الذين استقروا أيضا في منهاتن. كما قد تشاركت جماعتان من مدينة دلاوير هما الكنارسي والروكاواي ما يعرف اليوم باسم كوينز. وأما قبائل ويكواسيجيك ونيبنيكسن فقد استقروا شمال منهاتن فيما يعرف اليوم باسم برونكس، فيما استوطنت قبائل راريتان جزيرة ستاتن. لدى انتقال الهولنديين لاستيطان منهاتن وجدوا أنفسهم أمام مواجهة مزيج سياسي من أعراق السكان المحليين القاطنين أرض منهاتن، ومن هنا نشأت أسطورة أمستردام الجديدة نيو أمستردام، وما زالت العديد من الروايات التي تدور حول هذه الأسطورة مثار جدل أكاديمي وشعبي أيضا. تقول الرواية أن الحاكم بيتر مينوي أو ربما أوروبي آخر قد اشترى الطرف الجنوبي من منهاتن من الهنود، وأن الثمن كان 60 جلدر العملة الهولندية آنذاك، أو ما يعادل 24 دولارا حينها، أي ما يعادل بضعة آلاف من الدولارات في وقتنا الحالي. وبالطبع فقد تمت العملية بمبادلة البضائع وليس بأوراق النقد، وبدأ ذلك صفقة رابحة جدا للأوروبيين. إن الدليل الوحيد على عملية البيع هذه هو وثيقة محفوظة في الأرشيف الوطني لهولندا، وقد كتبت من قبل بيتر شاغن مخاطبا مدير شركة هولندا غرب الهند، وقد وصف تلك العملية بعملية الشراء من الهمج، ذلك أن الصفقة كانت لمساحة 9000 هكتار من الأرض مقابل 60 جلدارا فقط. لكن الوثيقة لم تحدد نوع البضائع التي أعطيت مقابل الأرض، غير أنها من الأرجح أن تكون حوليا، كما لم تذكر الوثيقة أيضا هوية البائعين أو الشارين. يعتقد المؤرخون أن صفقة كهذه ليست أمرا بعيد الاحتمال، لأنه من المعلوم أنه بعد 4 سنوات فقط قام مينوي بشراء جزيرة ستاتن، وذلك بمبادرتها مع الفوس، الأباريق، الخرز الزجاجي، المعاول، الأقمشة، مخارز الجلد، والقيثارات اليهودية. ولا تزال بعض من جماعات السكان الأصليين توبخ أحفاد أولئك الهنود على قيامهم بهذه المبادرة الساذجة والرخيصة، وتراها مصدرا لعار القبيلة. ومع ذلك فقد كانت تلك الأدوات ذات قيمة، فبالرغم من أنها بالنسبة للهولنديين لم تكن تساوي أكثر من بضع دزينات من الجلدر، إلا أنها كانت بالنسبة للهنود مواد غريبة جدا، سواء في الاستعمال اليومي أو حتى في المبادرات التجارية مع القبائل الأخرى. وعلاوة على كل ذلك، فمن جهة نظر الهنود المحليين لم تكن تلك المبادرة تعني انتقالا نهائيا لملكية الأرض، وإنما هي نوع من حق الانتفاع أو تنازل مؤقت عن تلك البقعة من أراضيهم، لأنه بالنسبة لشعوب تلك المنطقة من الهنود المحليين فقد كان من غير الممكن أن تكون الأرض أو الماء ملكا خاصا لأي أحد، كما هو الحال من وجهة نظر أوروبا. لم يدرك الهولنديون وجهة نظر الهنود تلك في البداية، إلا أنهم عندما علموا بها لاحقا قرروا تجاهلها في سبيل مصالحهم الخاصة. النيويوركيون الأوائل. وهكذا تم إنشاء المستعمرة الجديدة الدائمة التي أطلق عليها أمستردام الجديدة، والتي مدت جذورها في الجزء الجنوبي من منهاتن لتصبح عاصمة مقاطعات شركة هولندا غربي الهند. وسرعان ما بدأت تربية المواشي وزراعة حدائق الخضروات وبناء كنيسة وإنشاء طاحونتين هوائيتين، بالإضافة إلى تشييد ما لا يقل عن 30 منزلا خشبيا على طول الساحل. وقد قدر عدد المستوطنين الأساسيين بحوالي 300 مستوطن، جلهم من شباب العائلات الفقيرة تم توظيفهم من قبل الشركة في أمستردام. ومع بداية تأسيس المستعمرة تم تكريس اهتمام كبير لضمان إجراءات الأمان، فقد بنى مينوي حصن أمستردام
في الطرف الجنوبي الشرقي من الجزيرة. ثم قام خلف ميناوي بإنشاء سور دفاعي أو ما يدعى بفال على الطرف الشمالي الشرقي من الجزيرة، ومنه اشتق لاحقا اسم الشارع الشهير وول ستريت. نشبت العديد من المواجهات مع الهنود وبشكل مستمر، لم تكن في معظمها سلمية، فقد اعتبرت الشركة نفسها مالكة للأرض فيما رأت بأن السكان الأصليين همج وأن وجودهم يسبب مشكلة كوجود الذئاب والأفاعي. وتبرز الصراعات حين تقوم مجموعة من كلاب الهنود بمهاجمة قطعان الماشية الهولندية، أو عندما تدس هذه القطعان المحاصيل الزراعية لأراضي الهنود، لتتبع ذلك كله أحداث عنف، وهذا ذلك حين يقوم أحد الهمج بإزعاج أحد الهولنديين الذين سرعان ما كانوا يبادرون بالانتقام بقتل الهنود الأبرياء. لقد استمرت حروب المستعمرين لقبيلة الوابينجر من عام 43 و600 و1000 وحتى عام 45 و600 و1000، أما حربهم مع قبائل أسيسكويهانا حتى عام 55 و600 و1000، وكذلك حربهم مع قبائل الإسويس من ديلاوير لمدة عامين لاحقا. لقد كان لوصول الهولنديين إلى منهاتن تأثير كبير على حياة السكان المحليين، غير أن الأمر الذي كان أكثر تدميرا لحياة السكان لم يكن الصراعات الدموية مع الهولنديين، وإنما الأمراض التي جلبها الأوروبيون دون أن يدروا، وخصوصا مرض الجدري. فقد انخفض عدد أفراد قبائل ديلاوير من حوالي 20 ألفا في عام 600 و1000 إلى أقل من 4000 في عام 700 و1000، فيما انهار عدد أعضاء قبيلة الوابينجر من حوالي 8000 في عام 600 و1000 إلى مجرد 90 ناج فقط في عام 98 و600 و1000. وبالرغم من كل ذلك، لم يكن العدو الأكثر تهديدا لأمستردام الجديدة هو السكان الأصليين، وإنما الإنجليز. فخلال سنوات القرن السابع عشر شنت الدولتان المسيطرتان على الملاحة البحرية سلسلة من الحروب بهدف تأمين الهيمنة البحرية وكذلك طرق التجارة. لم تتوقف تلك الحروب الأنجلو-هولندية عند هذا الحد، بل امتدت بعيدا لتصل إلى حدود الهند في الشرق وأمريكا في الغرب. وفي عام 64 و600 و1000 قام الحاكم الهولندي لأمستردام الجديدة بيتر ستويفستاند بتسليم المدينة للأسطول البحري الإنجليزي الذي أرسل من قبل شقيق الملك تشارلز الثاني، وهو دوق مدينة يورك الذي اكتسبت منه المدينة اسمها الجديد نيويورك. وذلك بعد أن رست السفن الإنجليزية قبالة أمستردام الجديدة، وكان الحاكم قد قرر القتال، ولكن المستوطنين توسلوا إليه أن يتفادى القتال نجد تجنب البؤس والحزن والاعتداء على أعراض النساء وقتل الأطفال في مهدهم، إضافة إلى الدمار الهائل والمحتم للحرب، وكذلك إزهاق أرواح أكثر من 15,000 شخصا، الأمر الذي دفع بالحاكم للرضوخ لهم وتسليم المدينة. ونستطيع حتى اليوم تلمس آثار الأصل الهولندي للأسماء في مدينة نيويورك، حيث أطلق على مدينة بروكلين هذا الاسم في القرن السابع عشر نسبة إلى مدينة قرب أوتريخ في هولندا. أما هارلم التي تقع في شمال منهاتن فقد استقت اسمها من مدينة هارلم في شمال هولندا.